عزيز، قبل أن نختم حقيقة أود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات إلى موضوع لعلك يعني تنورنا فيه حفظك الله، اللي هو موضوع ما ظهر في المجتمعات شيخ عبد الله الإسلامية من أنواع الزواج التي المتعددة، ما يسمى منها بالمسيار أو المسفار أو الزواج العرفي أو ما إلى ذلك. هل هذه الزواجات يعني ربما تؤدي إلى ضياع النسل أو عدم حفظ النسل؟ حكم الشرع فيها حفظك الله؟ إذا أخذت هذه الزواجات الشكل الشرعي، بمعنى أنها نشأت بولي نعم وشاهدي عدل نعم وأعطيت المرأة حقوقها، عرفت ولا لا، نعم وكان قصد الزوجين صالحا، جميل، فإنه زواج مشروع. الحمد لله. أما إذا كانت هذه الزواجات ليس فيها ولي، أو كانت هذه الزواجات قائمة على الاحتيال، المرأة تحتال على الرجل لتنهب منه، والرجل يحتال على المرأة ليأخذ راتبها أو يظلمها وغير ذلك، فهي زواجات محرمة لا تجوز، لأن النية المبيتة فيها نية سوء. بارك الله فيك شيخنا العزيز وأحسن إليك، وجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك.